Deutsch. Bing Bong. Lektion 2. هندرس إن شاء الله من الدرس الثاني دي ألتاجز سيتواتيونين. دي ألتاجز سيتواتيونين. دي ألتاجز سيتواتيونين بمعنى المواقف اليومية. دي ألتاجز سيتواتيونين بمعنى المواقف اليومية. أول موقف معانا يمن دفراكت في جيت سيدير. يمن دفراكت في جيت سيدير بمعنى شخص ما يسأل كيف حالك. شخص ما يسأل كيف حالك. الإجابة good danke. good danke. good danke بمعنى كويس شكرا. good danke بمعنى كويس شكرا. jemand معناها شخص ما. jemand بمعنى شخص ما. تاني سؤال معانا أين فرويند زاكت دانك. أين فرويند زاكت دانك بمعنى صديقك يشكرك. أين فرويند زاكت دانك يعني صديقك يشكر. الإجابة بيتا. الإجابة بتاعتنا يا شباب على السؤال ده بيتا. بيتا بيتا بمعنى العفو. ثالث سؤال هبة فراكت بي ألت بيست دو. هبة فراكت بي ألت بيست دو بمعنى هبة تسأل كم عمرك. هبة تسأل كم عمرك. الإجابة إيش بينت سولف. إيش بينت سولف. إيش بينت سولف بمعنى عمري 12 سنة. رابع سؤال علي فراكت باس شبيلست دون. علي فراكت باس شبيلست دون بمعنى علي يسأل ماذا تلعب. علي يسأل ماذا تلعب. الإجابة باسكت بال فوس بال هاند بال تنس. باسكت بال فوس بال هاند بال تنس بمعنى باسكت بول كرة سلة، فوسبول كرة قدم، هاند بول كرة يد، تنس اللي هي التنس اللي احنا عارفينها يا شباب. السؤال الخامس ايفا فراكت باس شبريشست دو. ايفا فراكت باس شبريشست دو بمعنى ايفا تسأل ماذا تتحدث. ايفا تسأل ماذا تتحدث. الإجابة دويتش und انجلش. دويتش und انجلش بمعنى الألمانية والإنجليزية. دويتش und انجلش يعني الألمانية والإنجليزية.